الحمد لله قمنا بمقابله في المستوى، استطعنا بس نسجلوا جوج ديال الاهداف اللي غاديين يخلونا نمشيو نلعبوا في الروتور، وحنا مرتاحين شويه ماشي بزاف، لان عارفين اش كيتسنانا تما، وكنعرفوا الفريق مازين ب المستوى ديالو على الصعيد الافريقي. حنا كنشكروا الجماهير ديالنا صراحه اللي جات ساندتنا وحسينا بروزنا بحال لاعبين في مركب محمد الخامس. حنا ديما كنعرفوا بان الجماهير ديال الوداد ما غاديش تبخل علينا، حنا كنهديو هذا الفوز للجمهور الودادي خاصه والجمهور المغربي عامه اللي كلشي ساندنا. كنطلبوا من الجمهور ديالنا يزيد يساندنا في البطوله خارج الميدان، لاننا وصلنا لواحد السرعه النهائيه اللي ما يمكنش غادي نرجعوا لها ان شاء الله.